بسم الله، مثل ما حكيت اليوم حتكون الدورة تبعنا عن توزيع الإنارة بالبيت. توزيع الإنارة بالبيت، وأنا مركز اليوم بالمناطق السكنية، ما حنحكي عن التجارية. ليش السكنية؟ اللي هو تقريبا 90% منا مهتمين فيه. الإنارة التجارية مختلفة شوي بالتصميم وبالتفكير بطريقة التوزيع، لكن حنحكي على الإنارة، توزيع الإنارة السكنية فقط بالأماكن السكنية. نراجع على السريع مع بعض. نحن حكينا على مواصفات الإنارة، حكينا على المواصفات الصحية وقدمنا عليها وبنار كامل ساعة كاملة، كيف تأثر على صحتنا، الأمراض بتسممها، سواء جفاف العين، سواء احمرار الأعين، سواء السمنة، حتى السمنة ترى لها تأثير، سواء وكيف نتجنب هالمشاكل هيك كلياتها باختيار اللمبة الصحيحة. حكينا عن مواصفات الضوء، الضوء اللي طالع كيف بيأثر على الأشياء من حوالينا، شو هو السي ار اي، شو هو الاس دي سي ام، كيف الأشياء من حوالينا بتأثر. حكينا عن مواصفات المصباح نفسه اللي هو اللمبة نفسها، عمرها الافتراضي، كيف تتأثر بالحرارة من حواليها، كيف المحول بيأثر عليها، وكمان قضينا عليها ساعة. فكانت هي أول 3 ويبينارات. الويبينار تبع الأسبوع الماضي كان من الويبينارات المهمة جدا جدا، واللي هو كان عبارة عن حساب كمية الإنارة اللي نحتاجها جوا الأماكن السكنية أو الأماكن التجارية حتى، وحسبنا مع بعض وحطينا جدول مع بعض كيف نحسب الغرفة هي كم كمية اللومن أو كم كمية اللوكس اللي محتاجينها لحتى يعطينا اللومن المناسب. واليوم راح نحكي عن توزيع اللمبات هي اللي نحن طلعنا كمياتها بالويبينار الماضي. جدول سريع للمواصفات يلي حكينا عليه امبارحه الاسبوع الماضي واللي قبله. المواصفات الصحيه في عندنا الوهج جدا مهم، ومن ايسو باليو جي ار، ولازم يكون تحت 16. حكينا عن الوميض والفليكر كيف بيؤدي لامراض كثير كبيره مثل السرطان لا سمح الله، تمام، ولازم تكون كيف كان لازم تكون لمبات فليكر فري. حكينا عن السي ار اي بمواصفات جوده الضوء وكيف لازم يكون جوا البيت فوق 80، وجوا اماكن معينه لازم يكون فوق ال 90. حكينا عن مقياس انحراف اللون والاس دي سي ام، حكينا عن اللوكس، وبعدين حكينا عن مواصفات جوده اللمبه، شو يعني عمر افتراضي، شو يعني درجه الحراره التشغيليه، شو يعني هيت سين. واللي بده يعرف تفاصيل المواضيع هي كلياتها يرجع على تسجيل الويبينار ويرجع على تسجيل اليوتيوب الموجود عندنا. اعتقد ايهاب يعطيكم هلا رابط اليوتيوب. يلي ما سجل عنا باليوتيوب وما عمل سبسكرايب بحب يعمل سبسكرايب ويشوف اليوتيوبات، بيكون كتير منيح. فيكم تشتركوا هلا، بس لا تنسوا انه ترجعوا لعنا مره ثانيه مشان نكمل الويبينار تبعنا. تمام، اعطيكم دقيقه تسجلوا. على فكره كل الدورات الاربعه اللي حكيت عليها موجوده على اليوتيوب، فيكم تشوفوها كلياتكم. طيب نكمل. هذا جدول حسابات. ما بعرف خليني اشوف انا فيني اعمل زوم، لكن لا ما فيني اعمل زوم. هذا جدول الحسابات اللي اشتغلنا عليه الاسبوع الماضي، كيف بنحط اسم الغرفه، بنحط كميه اللوكس اللي طالبينه بالغرفه هي. وبتتذكروا كيف حكينا في جدول لكميه اللوكس المحتاجه بالغرفه، بحيث انه المجالس وغرف القعده بدنا من 200 ل 250 لوكس. حكينا بغرف النوم من 150 ل 200 لوكس، بالكريدورات 50 لوكس ل 100. فكان في جدول عنا نحدد عن طريقه كمية اللوكس، بعدين حطينا مساحة الغرفة وطلعنا كمية اللومن اللي بدنا إياها، وبعدين قسمناها على عدد اللمبات اللي عنا أو عدد مصادر الضوء اللي عنا، وطلعنا اللمبة يلي بنحتاجها، وحطينا مواصفات اللمبة بحسب المكان يلي بدنا نشتغل عليه. تمام، في سؤال لهون عن اللي سبق. تمام، قبل ما نبلش بالجديد، تمام، اذا في سؤال انا ما بدي اضيع وقتكم كثير. اذا في سؤال اعتقد بيوصل لايهاب، انا بس مشان البرايفسي هلا خلال الشغل رح احول من بابليك لبرايفت، لكن كل شيء بتحكوه معي بضله واضح بالنسبه لإلي وبالنسبه للتيم ايهاب وغيره، يجاوبوكم بالهاد. طيب، شو هي انواع توزيع الاناره؟ توزيع الاناره في لها 3 انواع رئيسيه. اول واحد اللي هي الاناره العامه او توزيع الاناره العامه، وهي حنحكي فيها بالتفصيل الممل،
كيف نوزع إنارة عامة مناسبة جوا المكان أو جوا البيت تبعنا. الإنارة الثانية بنسميها إنارة المهمات أو إنارة التاسك لايتنج. التاسك لايتنج اللي هو بنرنا الأماكن اللي في عليها شغل أو نشتغل عليها مثل المكاتب وغيره، كمان حنحكي عليها. وبعدين حنحكي على الإنارة الجمالية. الإنارة الجمالية واللي هي بعتبرها أنا أرقى أنواع الإنارة جوا البيت. عندكم سؤال، بشو بنعتمد بتحديد الإضاءة العامة للمكان؟ هل حجم الغرفة لونها بيأثر؟ جدول الحسابات بدون ما نعرف حجم الغرفة ما بيأثر؟ في داعي نفهم بالفرش والقطع الفنية ولا لا؟ تمام. بالنسبة للإنارة العامة، في عندي هون أجوبة مختلفة. بالنسبة للإنارة العامة، تمام، بهمنا ناخذ جدول الحسابات، وجدول الحسابات هاد we have to consider حجم الغرفة ولونها. فهي الإنارة العامة هي الإنارة الأساسية، الإنارة اليومية اللي حتنور لنا مكاننا بشكل عام يوميا، تمام. وغالبا كلياتنا بنعتمد فيها على الداون لايت أو الإنارات السقفية، داون لايت اللمبات المدورة، في بعض الناس بسموها سبوت لايت لكنه هذا تم مو دقيق، هي اسمها داون لايت أو الإنارات اللي من فوق لتحت، ما حاعرف شو نسميها بالعربي لكن خلينا نسميها السقفية. ومعظم الناس بيستخدموها كالإنارة الأساسية عندنا، لكن في ليفل ثاني اللي هو الستريب لايت أو المخفي، وهذا غالبا 99% من البيوت الجديدة موجود فيه. وأنا بفضل شخصيا الإنارة الأساسية تبعنا تكون الستريب لايت، وحشرح ليش بعدين. ولحتى ننير الإنارة العامة لازم نعتمد على جدول الحسابات اللي ساويناه الأسبوع الماضي، تمام، وناخذ بالحسبان حجم الغرفة ولونها، تمام. طبعا الفرش بالغرفة والقطع الفنية بتهمنا أكثر بالإنارة الجمالية، تمام، مكتب إنارة العامة، لكن كمان لازم نحطها بالحسبان مثل مجايكم هلأ بعد ما نحكي فيها. فلازم ناخذ بالاعتبار بالإنارة العامة قوانين توزيع الإضاءة، وتوزيع الفرش لازم يكون حاضر بالنسبة لنا، مو شرط يكون على ورق، لكن عارفانين الفرش تبعنا كيف حيتوزع ليش، ولحشرح بالتفصيل ليش، تمام. طبعا هاي أمثلة الصور للإنارة العامة انحطت قبل، أعتقد في مشكلة أنا عندي لا ما عندي مشكلة. طيب خلينا نحكي عن إضاءة المهمات شوي قبل ما نوصل للتفاصيل تبع الإنارة العامة. إنارة المهمات نحن نورنا المكان بشكل عام، تمام، واخذنا اللوكس اللي بيناسب للجو بشكل عام، لكن في عنا أسطح معينة، هي الأسطح بتحتاج إنارة أقوى، تمام، مثل مثلا المكاتب اللي بنكتب فيها أو بنرسم، مثل الجزيرة أو الآيلاند جوا الكيتشن، البار اللي مستخدمه جوا المطابخ، أو الإضاءات على مرآة الحمام مشان إذا الواحد بده يعمل ميك اب، إذا حدا بده يحلق أو كذا فبده تفاصيل مهمة، فنحن نحتاج كمية إضاءة أعلى، تمام، بهالأماكن هي فقط لا غير، مو بالمكان العام. فمثل ما شايفين هون في عنا آيلاند أو في عنا بار، فموجهين عليه إضاءات نازلة لهالمكان هذا فقط لا غير. في عنا هون المطبخ مثلا، التوب تبع المطبخ حاطين له إنارة خصوصي للتوب مطرح ما حصير فيه التقطيع والشغل والتفاصيل. فإذا في عنا أسطح معينة جوا المكان بهمنا إنه يكون فيها إنارة أكبر بكتير، فهي بنسميها نحن إنارة المهمات. طبعا إنارة المهمات مو شرط تكون بندنت، احتمال نستخدم التيبل لامب مثل ما شايفين هون، او في نستخدم الوول لايتس، في نستخدم اي نوع انواع الانارات اللي بتؤدي المهمه انه نحن ننور هالمكان هذا. فهون استخدمنا ستريب لايت مشان ننور التيبل توب فقط لا غير، هون استخدمنا البندنت مشان ننور الايلاند، هون استخدمنا التيبل لامب، وهون استخدمنا الوول او البندنت او الوول لايت، الوول لايت على اليمين والبندنت على اليسار، بحيث الضوء يضرب بوجه البني ادم يلي قاعد عم يحلق او عم يساوي ميك اب، ويرجع مره ثانيه باتجاه المرايه مشان يعطي اناره تفاصيليه اكثر. فاذا الجو العام تبع الحمام انارته عاديه،
لكن بدنا نحن إنارة أعلى بكتير على وجهنا مشان التفاصيل هي اللي حكينا عليها. هي إنارة المهمات، حبيت أعطيكم التفاصيل تبعها إنه ما حدخل بالتفاصيل معها بعدين، لأنه المهمات أو التاسك لايتينجز بتعتمد حسب التاسك اللي عندك شو هي، سواء كانت مكتب، مطبخ، دريسنج روم، الأماكن الخاصة اللي بدها إنارات أعلى مشان نقوم بالمهمة هي. فما في داعي أنا نور الغرفة كلياتها بلوكس عالي كتير مشان مكتب صغير، مشان مراية، مشان آيلاند، لا، بوجهنا نور خاص فيها وبخلي الإنارات العامة مثل ما هي. واضح موضوع المهمات أو التاسك لايتينج؟ إذا في سؤال جاوبونا عليه. ثالث نوع اللي هو الإنارة الجمالية أو بسموها الأسنس لايتينج. الإنارة الجمالية بالنسبة لي هي أحلى أنواع الإنارة، لأنه بتعتمد على إضاءات، على إضاءة الأشياء الجميلة عندك، وهي كمان رح أدخل فيها بالتفصيل ممل بعد شوي، ما حامشي فيها سريع سريع، حدخل فيها بالتفصيل ممل بعد شوي. لكن بشكل عام بالنسبة للإنارة الجمالية لازم يكون في عنا تصور عن الانتيرير ديزاين تبعنا، عن التصميم الداخلي تبعنا، وين حنحط نحنا صورة، وين حنحط جبس أو ديكور معين، كيف حنحط التحف الفنية، كيف حنساوي الصور العائلية تبعنا، هذا كله بلعب دور بالإنارة الجمالية، ورح أحكي عنه بعد تفصيل بعد شوي. تمام. بالإنارة الجمالية في 3 layers، بالتاسك لايتينج ما في عنا 3 layers أو ما في عنا 3 طبقات، بالجنرال لايتينجز ما في عنا 3 طبقات، عنا إنارة عامة معظمها جاية من السقف أو 99% جاية من السقف. بالإنارة الجمالية في عنا 3 طبقات، في عنا الإنارة العلوية أو مستخدم الهاي ليفل لايتينجز، في عنا المتوسطة أو الميد ليفل لايتينجز، وفي عنا الإنارة المنخفضة أو نسميها اللو ليفل لايتينجز. هدول 3 طبقات اللي عم نحكي عليهم، كمان راح ادخل فيهم بالتفصيل بعد شوي، لكن حبيت اعطي صوره عامه عن انواع الاناره. فاذا نحن عندنا 3 انواع للاناره، عندنا الاناره العامه، عندنا التاسك لايتينج، عندنا الاسنت لايتينج او الاناره الجماليه. بالاسنت لايتينج في عندنا 3 طبقات من اللايتينجز، في عندنا الهاي ليفل او الاناره العلويه، في عندنا الميد ليفل، وحاشرح لكم وين مستخدم الإنارة العلوية، وين مستخدم الإنارة المتوسطة أو الميد ليفل، وين مستخدم اللو ليفل لايتينجز أو الإنارة المنخفضة اللي هي بتكون على الأرض. بس قبل ما أدخل بتفاصيل الإنارة الجمالية لح أشرح أكثر عن الإنارة العامة. طبعا هاي صورة لطريقة الإنارة الجمالية، ولح أشرح عن تفصيل ومل كيف ساوينا الأسنت لايتينج هاد. وما في هون إنارة عامة بالمناسبة، هون ما في إنارة عامة، هون في أسنت لايتينج أكثر. الشيء اللي بقوله للعالم كلياته، الإنارة الحلوة هي الإنارة اللي ما بتشوفها، أو الإنارة الجيدة هي الإنارة التي لا تكون ظاهرة. مين بيوافقني بالرأي هاد؟ يعني الإنارة الحلوة اللي ما بتشوف مصدر الضوء تبعها، اللي بيوافقني الرأي اللي جميل، أجريد 100%. وطبعا هالكلام مهم من مصممين الداخليين اللي عم يجاوبونا بهالكلام. فالإنارة الجيدة أو الإنارة الحلوة هي الإنارة اللي ما بتكون ظاهرة أبدا أبدا أبدا. فلذلك تمام، نحن حنكتفي بتوزيع الإنارة العامة تمام بنوعين من الإنارة، الإنارة السقفية والإنارة الستريب لايت، أو خلينا نحكي الداون لايت والستريب لايت أو الكوف المخفي. عندي قواعد أساسية بتوزيع الإنارة السقفية أو الداون لايت. أول شيء إنه ما تكون ظاهرة، ونحن حكينا بمواصفات الإنارة السقفية على موضوع الموضوع اليو جي آر أو الموضوع الجلير أو موضوع الوهج. كيف نختار لمبة يكون مالها وهج، يعني ما لنا شايفينها ابدا، فبيهمنا كتير انه اللمبة تكون لو جلير. وحكينا باللمبات الكويسة واللي ما بتأذي البني ادم صحيا قبل جماليا انه تكون تحت 16 يو جي ار، لكن مشان تكون جميلة اكتر انا بفضل تكون تحت ال 14 تحت ال 12 يو جي ار، وفضل انها تكون زيرو يو جي ار. زيرو يو جي ار يعني ما بتشوف مصدر الضوء نهائي حتى من الداون لايتس اللي موجه لتحت، ما بتشوف مصدر الضوء تبعه. تاني شغله كتير مهمه انه اللمبه
ما تكون موجهة فوق رؤوس الناس أو فوق الأشخاص، وهي المشكلة اللي بيقع فيها 99% من الناس حاليا. بحطوا اللمبة فوق رأس البني آدم، راح أشرح لكم كيف ما لازم نحطها. ثالث شغلة إنه نبعدها عن الحيط بشكل كافي مشان نمنع الأقواس الغريبة يلي بتطلع من الإنارة العامة. الأقواس الغريبة هي حلوة إذا كانت مدروسة، أو أقواس الإنارة جميلة إذا كانت مدروسة بالإنارة الجمالية، لكنها تطلع من الإنارة العامة تمام، تطلع بشعة وتعطي أشكال سيئة على الحيط بشكل غير مدروس. وآخر قاعدة مهمة جدا، بحالة غرف النوم ما منحط لمبات فوق السرير أبدا. بحالة غرف النوم ما منحط لمبات فوق السرير أبدا، ورح أشرح بالتفصيل الممل هلا. هون في عندي أنا مثال لتوزيع الإنارة. الأسبوع الماضي عملنا الحسابات هي مع بعض تمام إذا بتتذكروا، واخترنا الحسابات هي كلياتها. المثال اللي حأخده هون، وأنا جبت دروينج حأحط لكم إياه هلا، على المين سيتينج أو على جلسة الرجال أو مجلس الرجال، حسبنا نحن اللمبة إنه نحن عنا طول 7 × 4.8، أعطانا مساحة الغرفة 33.6. صاحب البيت هون بحب الإنارة العالية فاختار 250 لوكس. نحن قلنا إنه فيك تمشي بين 200 ل 250 لوكس، هو اختار الماكسيموم اللي هو 250 لوكس. هذا أدى إنه نحن بحاجة إلى 8400 لومن. بنفس الوقت صاحب البيت طلب ان الإنارة الأساسية تكون من الداون لايت وليس من الستريب لايت، فنحن هون اخترنا ستريب لايت بيكون 5 واط او 600 لومن، وشرحنا المرة الماضية كيف ان الستريب لايت المخفي بيخسر 75% من قوته تمام لما نحن بنحطه جوا الكوف لايت، رح اشرح بعدين ليش. فبالتالي انا الافكتيف لايتنج تبعي بالستريب لايت هو عبارة عن 150 لومن. 150 لومن ب 24 متر اعطاني 3600 لومن. هذا ترك لي انه لازم انا استخدم 8 لمبات او 8 داون لايت باعتماد 600 لومن مشان يعطيني 4800 لومن. فبالتالي انا حققت بالغرفة كلها 4800 زائد 3600 8400 لومن مقارنة بال 8400 لومن، يعني جبتها بالضبط انا، ولو انا بفضل انه يكون لومن اعلى. فإذا أنا شو استفدت من هالكالكوليشن هاي؟ عرفت كم لمبة بدي، ما بدي حط 12 لمبة، ما بدي حط 14 لمبة تمام ولا 10 لمبات. عرفت exactly كم لمبة بدي، 8 لمبات. عرفت كم لمبة بدي أنا، خليني وزعها هلأ على الرسمة. مين جاهز نوزع اللمبة على الرسمة؟ أو في سؤال لهون قبل ما ننتقل لتوزيع اللمبات على الرسمة أو على الدروينج؟ جميل. إذا كلياتنا فهمانين ليش نحن ممتاز، إذا نحن كلياتنا فاهمين ليش نحن اخترنا 8 لمبات مو 10 ولا 6 بحالة المين سيتينج هون. هاي الرسمة تبعنا واضحة للجميع، الكل شايفها. مثل ما أنا شايفين هون في عنا غرفة، هاي الغرفة عبارة عن المين سيتينج تمام، عن الفرنتشر تبعها او عن الفرش تبعها بالكامل. اول قاعده حكينا عليها اللمبه انه ما تكون فوق راس البني ادم، فبالتالي ما بدها تكون فوق الكنبايه. طيب خلينا نحسب الكنبايه بالعاده او الكاوتشز هون بتكون تقريبا متر، فانا بدي بعدها فوق راس العالم، باخذها متر ونص بعيد عن الحيط. انا بعدت اللمبه متر ونص عن الحيط، انا ضمنت شغلتين. اول شغله تمام انه ما بتضرب اللمبة على راس البني ادم. ثاني شغله ما حتعطيني الكوف الغريب على الحيط هذا وتخرب لي اشكال الحيط تبعي بطريقه غير مدروسه. جاني سؤال هلا، طيب معاذ نحن الاسقف تبعنا 2 ليفلز، في عندك اول ليفل اللي هو بالعاده بيكون متر، والليفل الثاني فوق، ونحن بنركب اللمبات على الليفل اللي نازل تمام، مزبوط كلامي؟ طب إذا ركبت اللمبة على الليفل اللي نازل بتكون اللمبة بعدها تقريبا 70 سنتي أو 50 سنتي أو ماكسيمو 80 سنتي، ما حصل نوصل للمتر ونص. طب مين قال لك إني لازم تركب اللمبات على الليفل اللي نازل؟ ركب اللمبات على الليفل اللي عالي تمام، وساوي الديكورات تبعك بناء على اللمبات هاي. عادي خلي اللمبات بالليفل العالي. أول شيء بعدت عن عيون العالم، بطلت بالليفل التحتاني. ثاني شيء بما إنه هي ليفل أعلى فوزعت الإنارة بشكل أعلى،
ثالث شيء بعدت عن الحيط وبعدت عن رؤوس العالم. واضح شو عم بحكي انا ولا عم بحكي عبري؟ تمام ممتاز. ف بنركب اللمبه على الليفل العالي عادي اذا كان الليفل تبعنا حوالي متر بس. تمام. فاذا بعدناها نحن متر ونص، بعدناها متر ونص من هون، واللمبه الثانيه من تحت كمان بعدناها متر ونص من هون، متر ونص هون. فاذا نجي نحكي انه عندي اول لمبه انا بعدتها متر ونص، وثاني لمبه هنيك بالاخير بعدتها متر ونص، فمتر ونص ناقص متر ونص، متر ونص متر ونص 3 امتار، قسمناهم من 7 متر اللي هو طول الغرفه بالكامل، ضل لي قديش؟ 4 متر. طب قسمه على 3 عشان اعرف مكان اللمبه اللي بالنص، طلع لي 1.3 متر. فاذا عندي اللمبه من الحيط متر ونص، بعدين بين اللمبه واللمبه 1.3 متر، وهيك انا بكون وزعت الثمان لمبات تبعي اللي انا حسبتهم بالحسابات قبل شوي، وبعرف انهم الكافيين لحتى يعطوني الاناره اللي بدي اياها من الداون لايت. تمام. وزعتهم بطريقه مدروسه وجميله وبعيد عن رؤوس العالم. عندي صوره هون بتورجيكم الفرق بين اللمبه يلي بتكون فوق راس البني ادم مثل ما انا شايفين محطوطه على الليفل التحتاني وضاربه على راس البني ادم. بتلاحظوا انه اللمبه مخليه الراس حتى لو كان اصلع مثلي كان بين اكثر، كان بتلاقي صلعته عم تلمع. تمام. فبتلاقي هون في كتير برايتنس، وتحت العيون في شادوز عاليه. طبعا هالصوره اخذها من عند عزت بارودي، من الناس الاكابر اللي استفدت منهم كثير. فبتلاقي انت هون الشادوز كثير عاليه حوالين العين، شكل بني ادم غريب. تمام. واعتقد كثير منكم شافها. مين شاف الشكل هذا باللمبات اللي عم تضرب على راس العالم؟ تمام تمام. فهذا الشكل ممتاز كله شافه، لانه للاسف معظم الناس بيروحوا بركبوا لي اياها على الليفل التحتاني بيكون تقريبا حوالي 20 سم 30 سم 50 سم من الحيط. فغير الشادوز وغير البرايتنس اللي جاي على راس العالم، عندك هون ضارب بالجدار. ضارب بالجدار يعني انت ما استفدت من الاناره كثير. انت ما بدك الاناره اساسا فوق راس البني ادم، ما بدك الاناره على الكاوتشز. الاناره بدك اياها وين اساسا؟ لو نطلع على اللمبه على الرسمه اللي على اليسار، انت بدك الاضاءه تكون على الطاوله اللي بالنص. تمام. بدك اياها على الاماكن بتحركوا فيها العالم ويجي الرفلكشن عليك، فبالتالي بيعطيك شكل جميل مناسب للبني ادم، بتبعد عن الاشكال الغريبه على الحيط، وبتنير المكان اللي لازم انت تنوره بشكل عام، اللي هو إنارة الطاولات اللي بالنص، الأكل اللي عم تقدمه، الغرفة بشكل عام، مطرح مالك قاعد بغرفة النوم، من هالكلام هذا. واضح؟ جميل. ننتقل على الإنارة يلي بعدها يلي هي الستريب لايت. والستريب لايت فيه كلام كتير كتير كتير. الستريب لايت فيه نوعين بطريقة التركيب. أول نوع اللي هي الإنارة الظاهرة والمباشرة، بمعنى الستريب لايت اللي بيكون راكب وإنارته موجهة باتجاه المكان بشكل مباشر. تمام. ولأنه هاي الإنارة أو الستريب لايت هاد تمام موجود جوا كوف جوا شنل وموجه باتجاه مباشر على الناس، فالخسارة ما بتكون كبيرة، الخسارة بتكون من 20-50% من كمية الضوء. النوع الثاني من الإنارة اللي هو بيكون جوا تجاويف أو جوا كوف أو جوا جبس أو مخفي بطريقة ما، واللي هو معظم الناس بيستخدموه لأنه مخفي ولأنه بيجيك indirect. تمام. بتخسر من كمية الإضاءة تبعه من 50-75%، وهذا اللي حسبناه بالحسابات تبعنا قبل شوي. إذا لاحظتوا قبل شوي لما حسبنا نحن حساباتنا خفضنا كمية الإنارة تبع السليب لايت 75%، يعني كان السليب لايت تبعنا بيعطينا 600 لومن بالمتر، لما خفضناه 75% أعطيناه 150 فقط. ليش؟ لأنه مركب جوا تجويف، لأنه مركب بمكان مخفي. خلينا نحكي على أول واحد اللي هو السليب لايت، أو خلينا نقول الإنارة المباشرة والظاهرة. طبعا هاي الصورة من المكتب تبعنا، بالمناسبة نحن ما في عنا ولا داون لايت جوا المكتب، والإنارة اللي هلأ انا قاعد تحتها تماما هذا على فكرة كمبيوتري بالزاوية، فالإنارة اللي قاعد تحتها انا هي إنارة الستريب لايت هي، وما في عندي داون لايت بالمكان. فهي الإنارة إنارة ستريب مباشرة مباشرة، فبالتالي ما بتخسر فيها كمية إضاءة
عالي، بنخسر بين 20 ل 50%. هاي افكار ثانيه لانارات الستريب لايت اللي بتكون مباشره، وما في منها كثير لكن لازم نحكي عنها، لانه هي تستخدم كاناره عامه اكثر منها اناره جماليه، حتى لو الانتيرير استخدموها كديكور لكنها هي تعتبر اناره عامه. فاذا شو صار عندنا هون او شو اختلف عندنا هون بالحسابات تبعنا؟ لما اجيت انا حطيت الإنارة أو الستريب لايت تبعي بشكل مباشر مو بشكل مخفي، فعندي كمية خسارة اللومن نزلت من 75% ل 50%، واحتمال تكون أقل من 50% كمان، لكن خلينا نحن ناخذها بالورست كيسز، إنه الديفيوزر تبعنا اللي مركبينه ثقيل شوي، تمام، طريقة التركيب مختلفة شوي، فخسرت أنا 50%. فبدال 600 لومن اللي كنت عم أخذها صرت أنا عندي 500 لومن فعليا، 500 لومن فعليا. لو ضربت 300 لومن فعليا، عفوا حدا يصلح لي لما اغلط، ف 300 ضرب 24 انا صار لازمني اخذ 7200 لومن من ستريب لايت بدل 2400 اللي كانت عندي قبل شوي. ف 7200 لومن صار عندي رقم كتير كبير. صار فيني شو ساوي هيك بهالحاله؟ صار فيني نزل كميه الداون لايت اللي مستخدمه، بدل 8 داون لايت عم استخدم 4 داون لايت هون، لانه انا كميه الاناره استفدت منها بالستريب لايت صارت اعلى بكثير، فبدال 8 داون لايت صار بكفيني 4 داون لايت. الاربع داون لايت بيعطوني 2400 لومن مع 7200 لومن، انا حققت 9600 لومن، وهذا رقم اعلى من الطلب تبعي اللي هو 8400 لومن اللي موجود بهالمكان هذا اللي هو قياس اضاءه بالغرفه. واضح ليش نحن قللنا عدد الداون لايت بهالحالة لما استخدمنا نحن ستريب لايت مباشر؟ واضح يا جهاد؟ أهلين ابن عم، تمام ممتاز. ف كيف أنا فيني وزع بهالحالة؟ بسيطة، بدال المتر ونص يلي بلشت فيه من أول الحيط خليني أسويها مترين، تمام، وحخلي المتر ونص يلي هو على الطول نفسه، فأنا زودت مترين، تمام، ومن هون متر ونص. فلما صار عندي أنا مترين من أول الخيط ومترين من آخر الخيط، هدول صاروا قديش؟ 4 أمتار. 4 أمتار نقصهم من 7 متر صار في عندي 3 متر المسافة بين اللمبات. فأنا عندي 4 لمبات فقط بمسافة غرفة تقريبا مساحتها 7 بـ4، تعتبر كبيرة. والكهربائي العادي او الفني العادي او الاشخاص العاديين بالعاده بهيك مساحات بيركبوا لك 12 لمبه غير الستريب لايت. انا احسنت احصل على كميه اللوم اللي بدي اياها، احسنت اوصل على كميه الاضاءه اللي بدي اياها باربع داون لايت فقط وبستريب لايت مباشر. طيب يا معاذ، شو هي الاناره المخفيه؟ الاناره المخفيه، وعليكم السلام، هلا أخ وليد، حياك الله بأي وقت، ما في مشكلة. الإنارة المخفية غير اللي حكينا عليها أو الكوف لايت، غير اللي حكينا الستريب لايت قبل شوي اللي هي بشكل مباشر، حكينا على الإنارة المخفية اللي بتكون مخفية جوا تجاويف معينة، جوا كوفز، جوا ورا جبس معين، تمام. فلما بدنا نجي نركب، طبعا نحن انتبهنا أنه بالستريب لايت المباشر نحن استخدمنا شنل، وهي الشنل مركب فيها الستريب ونازل لتحت. طيب التركيز والإنارة المخفية كيف بدنا نستخدمه؟ في عندي شغلتين أساسيات أو 3 شغلات أساسيات خلال تركيب الكوف لايت. أول شغلة وللأسف هي معظم الناس ما بيهتموا فيها، إنه نركب الستريب لايت على نحافظ على عمره مشان نبرده عن طريق تركيبه على سطح معدني، مو نركب الستريب لايت على الجبس، أبدا ما بينفع. أول شغلة بيوقع، ما بيضلوا مكانه ثابت. ثاني شغله ما بيبرد ومننقص من العمر الافتراضي للستريب لايت. فاول شغله بدنا نهتم فيها انه نركب الستريب لايت على جسم معدني، فيا اما بنستخدم الشانلز اللايت شانلز، او فينا نستخدم زاويه معدنيه اعتقد حقها 100 فلس او ريال بالسوق، زاويه معدنيه ممكن نركبها على اللمبه مشان نحافظ على عمر اللمبه. ثاني قاعده بهمنا كثير انه نحن نحصل على شكل خلينا نقول سموث، او نعمل اناره سموث
على الحيط اللي عم ننوره او على السقف اللي عم ننوره. طيب كيف بنحصل على اضاءه سموث تمام وناخذ اكبر كميه اضاءه ممكنه؟ عن طريق انه نركب اللمبه بالتوازي مع السطح اللي بدنا ننوره. فاذا كان مثلا السقف هون، اللمبه بيكون وشها باتجاه السطح، ما بتكون ضاربه بالسقف بعدين نازله، لا بتكون موازيه تماما للسقف. اذا كده انا عم انور حيط، فالستريب لايت كمان لازم يكون موازي للحيط، ورح اورجيكم هلا بعد شوي طريقه التركيب. ثالث شغله انه نحصل على اكبر كميه اضاءه ممكنه من الستريب لايت عن طريق تكبير فتحه التجويف. فبين اول ليفل وثاني ليفل في كثير ناس بيخلوا لك مثلا 2 سم 3 سم او 4 سم، وهذا ما بيناسب. لازم على الاقل يكون عندي بين اول ليفل وثاني ليفل 10 سم بالسقف الفوقاني والتحتاني، ورح اشرح لكم اياها هلا تمام لحتى اسمح لكميه الاضاءه المناسبه انها تطلع. شو قصدي انا ريم؟ التراك الخاص بالستريب لايت. طبعا في تراكات خاصه بالستريب لايت تمام، بالموديلات الجديده بتحط التراك بعدين بتدخل جواته الستريب، هي بتكون الاناره المباشره من ناحيه الستريب اللي حكينا عليها قبل شوي. طبعا مو بس التراك، في تراك فينا نركبها شانل، فينا نركب مليون الف طريقه نركب فيها الستريب بحيث تكون انارته مباشره. خلينا نحكي هون هلا على الاناره المخفيه ونركز عليها اكثر. هون على اليسار عندي انا، عندي الليفل اللي نازل من السقف تمام، مو هيك معظم بيوتنا نحن؟ في عندنا ليفل نازل وفي عندنا ليفل مرتفع، وهون الكوف تبعنا يلي راكب، هون الكوف تبعنا يلي راكب. مشكلة ما في عندي طريقة لحتى أعمل بوينتينج للأشياء اللي بدي إياها. خليني لحتى أعمل الشير سكرين تبعي، أنا برأيي إني أعملكم شير للسكرين بهالموضوع هذا بالذات على السريع. شو رأيكم مشان نشرح الموضوع أكثر؟ شير يور سكرين، خليني أعمل هي شير. طبعا أنا هون مين بيناتكم صار شايف الماوس تبعي؟ شايفين الماوس هلا؟ ممتاز. خلينا ننزل على وين كنا نحن. طبعا انا بشوف على الشاشه الثانيه هلا فبطلت طلع بالكاميرا. اوكي اوكي نحن هلا صرنا هون تمام ممتاز جميل. خلينا نعمل لها بس هيك شوي مشان تطلع عنا كاملة. في عنا فيو، عملنا فول سكرين. وين الفول سكرين؟ مو ضروري الفول سكرين تمام. هون في عنا نحن مثل ما انا شايفين التصميم البيت او تصميم الغرفة تبعنا. طبعا هذا مقطعي تمام، مقطعي تماما اوكي. فنظرة مقطعية للغرفة. فهون في عندنا الليفل اللي نازل او الليفل اللي نازل من السقف، وهون في عندنا الليفل المرتفع، وهذا الكوف او المكان يلي بتركب فيه الستريب تبعنا تمام. فشلون بنركب الستريب تبعنا؟ اول شغله مثل ما حكينا لازم نركب الستريب بيكون موازي للسقف، مثل ما كم لاحظين موازي للسقف. فاذا الستريب توجهه وين؟ باتجاه السقف تمام. ثاني شغله فتحه الكوف تبعنا اللي هي هي 10 سم، مو اقل من 10 سم تمام، مشان نسمح لكميه اضاءه تكون اعلى بكثير تمام. ثالث شغله انه تكون راكبه على شانل الومنيوم او تراك الومنيوم او كورنر الومنيوم، اهم شيء يكون الومنيوم تمام، مشان اول شيء نبرده، ثاني شيء نحافظ على ستريت لاين من اول ستريب لاخره تمام، ثالث شغله يلزق بشكل مناسب ما يوقع معنا بالوقت. لو نحن ركبناه بهالمكان مو هون، ما بنركب اللمبه هون تضرب بالسقف وتنزل لتحت ابدا، لانه هذا حيعطيني اناره قويه بالمكان البسيط اللي هون، وحتكون الاناره معدومه بهالمكان. بينما لما نركبه نحن هون بالتوازي مع السقف حيعطيني اكبر كميه اضاءه وحيعملني فلش للسقف كلياته، حورجيكم بعض الصور هلا بعد شوي تمام. نجي على مثال ثاني واللي هو بعض الامثله عم يساوها، انه بيكون في عندك سقف واحد لكن في عندك فتحه بسيطه بين السقف والحيط، وفي عالم بيركبوا فيها ستريب.
وين بيركبوها بالعادة؟ بيركبوها بهالمكان هذا. طبعا تركيب اللمبة بهذا المكان لح يضيع لي 3/4 الإضاءة، ولح يعطيني إنارة بسيطة هون بهالمكان هذا، وما حيطلع لي الإنارة بالشكل المناسب اللي بدي إياه. روح بركبها أنا وين؟ فوق، وجهها مع الحيط، وجهها مع الحيط، فبالتالي الإنارة بتنزل على طول الحيط من أول لآخره بشكل سموث بدون ما تعطيني بقع ضوئية كبيرة. تمام؟ طيب أنا ما بدي أشوف الاسترب بيبين معي يا معاذ، بسيطة، بيكون في بني آدم واقف هون وعم يحكي مع الكهربائي إذا بدك مثلا، غير لما يكون في عندك رسومات، بيكون في عندك شو اسمه كهربائي، بتقول له ارفع 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 لحتى تكون آخر نقطة أنت ما بتشوف فيها الستريب لايت تبعك، بعدين بتثبت الشنل او بتثبت الزاويه او بتثبت التراك وات ايفر انت عم تركب الستريب لايت عليه، بعدين بتركب الستريب لايت بالكامل. في سؤال عن الموضوع هذا؟ نرجع ل تفضل يا عبد الرحمن، شو سؤالك؟ حاضر بس لحتى نشوف السؤال. عندي سؤال، ما في شيء زي التراك، شو قصدك تراك؟ تراك هو بالاساس من الكوميرشال لايتنج، في عندك تراك او سكه بتركب عليها مثل لمبات سبوت بتنزل لتحت، لكنه هذا للبيوت للكوميرشال. من جديد صار في بعض الموديلات تنزل بيكون تراك ريزيست جوا السقف، وبتركب بتركب فيه الاناره المخفيه، في شانلز اللي حكينا عليها. تمام؟ طبعا في شانلز، الشانلز هاي اذا بدك تضلوا معي للاخير رح اورجيكم الشانلز كلياتها بس مشان ما اقطع الحديث. احيانا التجويف بيكون معكوس جهه الجدار، طبعا التجويف لما يكون معكوس جهه الجهار جهه الجدار تمام بيكون عليه تقريبا نفس الفكره تبع الفتحه يلي حكينا عليها قبل شوي. فحتى لو كان التجويف معكوس جهه الجدار لا تحطه جوا التجويف، لا حطه بالسقف وخليه يعمل فلاش للحيط لما انت بدك تنور الحيط، لانه التجويف معكوس بجهه الجدار. فبغض النظر اذا كان التجويف هون او فتحه مستقيمه، خلي الستريب لايت على السقف ويعمل فلاش للحيط، خليه متوازي بالشيء اللي بدي نوره. فانا هون بدي نور السقف حطيته موازي للسقف، هون بدي نور الحيط بحطه موازي للحيط. هذا عندي مثال هون على اليسار، كم واحد بيناتكم شايف هالمثال على اليسار؟ كثير. عدوا لي المشاكل الموجوده هون بال بتركيبه الاسترب هون اللي على اليسار هي. واحد، اول شيء مسافه التجويف جدا صغيره، ما عم تسمح لاي نوع من الاناره تطلع، الاناره نفسها تطلع من التجويف مو حاسنه. ثاني شيء التركيب تحت صاير باتجاه الحيط لفوق، تمام؟ مو مع الجدار، فبالتالي عندك فيري بيج هايلايت ببدايه الجدار وباقي السقف كلياته فاضي. ثالث شغله مجعلك مال ستريت، لانه اساسا ما ركبناه على شلن او على الومنيوم. بعكس اللي على اليمين تماما، اللي على اليمين تماما نحن عاملين فلش للسقف بشكل كامل بطريقه سموث بطريقه مرتبه. الفرق بين الاثنين مو نوعيه الستريب، الفرق بين الاثنين طريقه التركيب. واضح؟ تمام. وهي الصوره كمان اخذتها من الاستاذ عزت بارودي، ف طبعا هذيك الصوره انا راسمها بايدي قبل شوي، فهي لقيتها حسيت انه بتشرح الموضوع اكثر. فانت هون في عندك الليفل اللي نازل، الستريب راكب وشه لفوق، فكميه الاضاءه قليله، بينما لما تحطه هون على الطرف بتعمل انت مثل فلاش للحيط بشكل كامل. واضح؟ هاي طريقه التركيب على طريق الجدران او الكوف المعكوس اللي حكينا عليه او وات ايفر نحن حطيناه. برضه الستريب لايت محطوط بالسقف وموازي للحيط بحيث ان الاضاءه ما تكون مركزه فوق فقط، انما حتعمل سموثنس من فوق لتحت. ومثل ما ملاحظين على الصوره اللي على اليسار واللي على اليمين، اساسا اعتماد الكلي على الستريب لايت هذا، تقريبا ما في عندي داون لايت. اللمبه الوحيده للداون لايت الموجوده هي على الكنبايه الموجوده بالنص مشان ننور هالكنبايه هي، لكن الاناره العامه بشكل عام كلها جايه من الستريب لايت. طيب
كيف فين يستخدم الإنارة المخفية كإنارة عامة أساسية وليس الداون لايت؟ طبعا احنا حسبنا قبل شوي انه اساس حطينا 8 لمبات، تمام، انه الإنارة العامة اللي نار الداون لايت هي الأساس، والستريب لايت هي الخفيفة، تمام، لأنه عم نخسر 75% من إضاءتها. انت حتى لو خسرت 75% من إضاءتها فيك تستخدم ستريب لايتس بيكون بقيمة لومن أعلى. طبعا قيمة اللومن أعلى فالواط أعلى. طبعا الستريب لايت المستخدمين نحن بحساباتنا قبل شوي كان 5 واط فقط لا غير، هون حاولنا نستخدم 20 واط واللي هي بتعطيك حوالي 1800 لومن. 1800 لومن إذا خسرنا منا نحن 75 لومن بضل عندي 450 لومن. إذا ضربت ال 450 لومن هون ب 24 متر اللي هو مساحة الستريب اللي عندي أو المحيط تبع الستريب، إجاني 10800 لومن، أعلى بكتير من 8400 لومن يلي أنا طالبها بالمكان. أعلى بكتير من 8400 لومن طالبها بالمكان. بهالحالة ما عاد بدي داون لايت نهائي، ما بدي داون لايت نهائي ولا لمبة للداون لايت، الستريب لايت بكفيني الإنارة العامة. معلومة بسيطة على جنب هون، أنا لو استخدمت ستريب لايت فقط للإنارة العامة، أوكي أنا أخذت إنارة حلوة، إنارة غير مباشرة، شكل ممتاز، ضويت السقف، كل هالكلام هذا، لكن أحيانا بتكون مملة، خاصة إذا كان السقف ما فيه ديكورات، فيفضل أن استخدم بعض الإنارات الجمالية اللي حاجة فيها. كيف بيكون موازي للسقف؟ لازم استخدم شنل. طيب أنا هون في عندي فيديو، خليني ورجيكم الفيديو هاد وطريقة التركيب. مين بده يشوف الفيديو؟ حلو جميل، جاهزين الفيديو؟ هذا طبعا من الموقع كلنا. عملت بوز، شفتوا الشنل الألمنيوم اللي راكب جواته؟ طبعا من الشغلات المهمة انه حتى لو استخدمت شنل الالومنيوم بما ان الضوء مخفي، تمام، لا تستخدم الديفيوزر، لا تركب الديفيوزر، خليك بلا ديفيوزر لانه الضوء مخفي اساسا، فيو دونت نيد ديفيوزر، ديفيوزر حيقلل لك كميه الاضاءه اللي نازله. ثاني شيء مركب بارتفاع تقريبا موازي ل نهايه الكوب، وصاير الضوء موازي للسقف، موازي لشو؟ للسقف بشكل كامل. طبعا الشنلة هي احتمال تكون غالية شوي، في إلها ريبليسمنت بالسوق زاوية L بدل ما تكون شنل كاملة، تمام، زاوية L، تمام، بتكون أرخص من هيك للأماكن المخفية. الأماكن الظاهرة الشنل أو التراك ضروري جدا، لكن بالأماكن المخفية، تمام، فيها نستخدم بدائل تانية عن الشنل هي. واضح التركيب؟ في حدا عنده سؤال؟ طبعا انا هون في عندي مشكله بموضوع الجبس، وهي مشكلتي مع جماعه الجبس ومشكلتي مع احيانا مع جماعه التصميم الداخلي، انه في عندي هون هالنزله، هي شايفين النزله هي تبع السقف، هي النزله اللي ساوت لي اياها هون بالسقف هذا انه وقفت السموثنس تبع الاضاءه، بطل في عندي سموثنس كامله، حجزت الضوء شوي. فانا برايي الشخصي انه هي حتى لو بدنا نحطها نبعدها شوي عن الكوب بالتصميم تبعنا بحيث نسمح شوي الإضاءة أنها تمشي وتكمل. طبعا ببداية الفيديو خلينا نشوف، طبعا ملاحظين كيف الضوء هون، أوكي الضوء ماشي، يعني الضوء كمل مع السقف، يعني السقف منور باي ذا واي، مو دائما الفيديوهات تبين، بس مع ذلك كمية الإضاءة المحصورة بسبب النزلة هي كبيرة كبيرة شوي. حورجيكم أماكن تانية كيف ما في موجود هالنزلة هاي أو التصميم هاد، خلت الموضوع أجمل بشوي. طيب هلا في فيديو تاني رح أشرح لكم إياه. فأنا بهالبيت هذا بالمناسبة ما في داون لايت، في فيديو تاني رح أورجيكم إياه بعد شوي. في داعي ارجع اصمم لكم الداون لايت؟ طبعا سؤال، يعني انه ما في داعي اصمم الداون لايت لانه بطل في عندي داون لايت اساسا اصممها. خلينا نشوف الفيديو الثاني يلي بالمناسبه هذا الفيديو من الاستاذ يوسف السحيمي ابو تميم،
خلال شغلي معه كنت عم حاول اقنعه انه بلا داون لايت يا ابو تميم، واقتنع معي والله يجزيه الخير، وقال لي يا معاذ انا عم باخذ ريسك معك، انا ماني متعود انه البيت يكون ما فيه داون لايت، بس انا عم اخذ ريسك معك ورجيني النتائج. وهذا كان الفيديو اللي بعث لي اياه، ما شاء الله. وبدي تعليقاتكم على الفيديو جدا هذا. ممتازة. جدا ممتازة. هذا الإنارة شغالة. أنا آسف الفيديو مألوف. النار شغالة. لكن النار هو اللي الداخلي هو اللي يضبط المكان. عم يقول إنه النور الداخلي تبع الستريب لايت موصل لبرا. هذا اللي عم يقول. شوفوا لي السقف كيف كله منور. كأن السقف نفسه عم يضوي. هذه الإنارة الداخلية. هذه الإنارة الداخلية ممتازة. والله صراحة ممتازة. بس أعتقد هذه فيها مشكلة ترانس. لأن قوتها ما هي قوة هذا العلمي. بشرح لكم شو المشكلة هون بعد شوي. في مشكلة إنه ليش الإنارة بالأخير أقل من الإنارة بالأخير ما بعد شوي. طيب. لحتى أول شيء شو رأيكم بالفيديو؟ شو رأيكم بكمية الإنارة اللي أخذناها من دون داون لايت، من دون أي نوع من أنواع الإنارات الثانية، لا ثريا لا داون لايت ولا شيء. الشيء الوحيد اللي كان شغال هو فقط الستريب، وكان السقف كله عم ينور. لاحظنا هون بالفيديو حلوة بس ليش بيضة؟ أول شيء هي 3000 ما لها بيضة. ثاني شيء الكاميرات ما بتطلع أنوار الإنارة صح. بالموبايلات في شيء بنسميه نحن الوايت بالانس، فالوايت بالانس بيكون مو ظابط معه بالتصوير. ثالث شيء هذا التصوير جاي من واتساب، فهو الرجال عم يصور لي بالواتساب وعم يقول لي شو اسمه إنه الله يجزيك الخير وكذا، فكان يصور لي من الواتساب. فأنا استأذنته طبعا وحطيت الفيديو. لكنه مو بيضة 3000. وهو بشكل عام أنا حكيت بالإنارة الصحية إنه أساساً ما لازم نثبت على لون واحد، أساساً لازم اللون تبعنا بالنهار يكون 4000 أبيض، بعد المغرب بعد العصر لازم يكون 3000 اللي هو الوارم وايت، وبالليل لازم نقلب لل 2700 وال 2000، لأنه هذا اللي بيساعد على الساعة البيولوجية تبعنا إنه تشتغل صح. هذا حكيناه بالإضاءة الصحية، تمام؟ إنه كيف فينا نساوي الإضاءة تكون متغيرة حسب اللون. فهذا السؤال كان هون موجود. خليني جاوب بس على السؤال انه ليش كانت الانارة بالاخير اخف من البداية، لانه التركيب هون مع الكهربائي اللي صار انه حط الستريب لايت من اول لاخره على محول واحد، والستريب لايت مثل ما شرحنا نحن بمواصفات اللمبات في شيء بنسميه كونستانت كرنت كونستانت فولتج. فالستريب لايت بشكل عام بيكون كونستانت فولتج. الكونستانت فولتج مشكلته انه بيعمل دروب بالفولتج او بتخف كمية الكهرباء اللي عم تجيب بالاخير. فلو حطيت محول انا بالبدايه ومشيته 30 متر، فاخر لمبه عم يجيها كميه كهرباء اقل من اول لمبه، فبالتالي بتكون كميه الاضاءه مختلفه. لحتى نحن ما نوصل لهالمشكله مع الستريب لايت اللي بيشتغل على كونستانت فولتج، لازم يكون في عندنا محول كل 10 او 15 متر مشان ما نطلع بهالنتيجه انه والله في عندي بالبدايه سيء، بالبدايه قوي وبالنهايه خفيف. في سؤال تالي. طيب شوية ملاحظات سريعة، تمام، على توزيع الإنارة العامة بالغرف الأخرى. أول شغلة لازم نراعي كمية اللوكس بالحسابات. جدا 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 نراعي كمية اللوكس بالحسابات، مو نجي نستخدم أي ستريب لايت ونقول حيكفينا، لا، لازم نحسب شو هو الستريب لايت اللي حيكفينا وحيعطينا اللومن اللي نحن بحاجته، تمام؟ ثاني شغله، غرف النوم لازم نراعي بتوزيع اللمبات الداون لايت انه ما يكون في ولا لمبه فوق التخت، ولا لمبه فوق التخت، بكفيها الاناره يلي جايه من المساحه يلي قدام السرير. واذا نحن اضطرينا نحط لمبات فوق التخت فبنحط لمبه او لمبتين بالربع الأخير من السرير وليس من بداية السرير أو وسطه مشان نراعي الناس يلي نايمين. بالكريدورات، تمام، ما في داعي أبداً إنه نحط اللمبات متسلسلة أو بالتوازي. ممكن نخلي اللمبة قريبة على الحيط بعكس ما قلت لكم قبل شوي مشان تعطيني هالكوف. هذا الكوف بحط تحت منه بعض الإنارات، بعض الصور الحلوة مثل ما حأشرح أنا هلأ بالإنارة الجمالية.
نمتاع الإضاءة الجمالية واللي أنا شخصياً بحبها، مين مهتم؟ أو الأسنت لايتينج. جميل، كلكم مهتمين، تمام. فالإنارة الجمالية هي الإنارة اللي ما بتنير المكان بشكل عام، وإنما بتركز على، المفروض في حلقة تانية طولنا صح؟ بتحب نوقف ونكمل بعدين؟ الإنارة الجمالية حتاخذ منا نص ساعة، نكمل ولا نوقف؟ تقريبا صوت الساعة 9، أنا نكمل، مكملين، ممتاز. فالإنارة الجمالية تمام، أو الأسنت لايتينج، ما بتنور المكان بشكل عام مثل ما كنا عم نحكي بشوي، لا، وإنها بتنور الأشياء الجميلة عندك تمام، أو الأتراكتيف بوينت عندك، وهذا كله بيعتمد تماما على التصميم الداخلي تبعك. فحتى نحن نحسن يكون في عنا أسنت لايتينج، لازم يكون في عنا فكرة كاملة عن الانتيريور ديزاين تبعنا تمام. شوفي عنا لوح فنية بالمكان، شوفي عنا صور عائلية، شوفي عنا ديكورات بالمكان، ديكورات سواء كانت جبسية ولا سواء كانت ديكورات خشبية ولا حجر ولا whatever، شو الأشياء يلي عنا موجودة بالمكان بالانتيريور تمام. شوفي عنا طاولات، وين حتركب الطاولات الجانبية، وين حتركب قطع الزريعة. فلازم يكون في عندي تصور لحتى نور هالمكان هذا كلياته. تاني شغلة مهمة، انه اساسا اللمبات بالاضاءة الجمالية ما بتتوزع تمام بتوزيع متوازي، يعني ما بحط مثل قبل شوية احنا وزعنا الانارة العامة حطينا لمبتين يمين لمبتين يسار، لا، بالانارة الجمالية اللمبات بتتركب بحسب المكان الجميل يلي انا بدي نوره وركز عليه المكان. هون عندي مثال تمام. اول شغلة الستريب لايت يلي راكب عندي بالنهاية هون على الحيط واللي راكب هون على الحجر، مو مهمته الإنارة العامة، وإنما مهمته إنارة الحجر والتفصيل اللي أنا مساويه هون. بعدين ركبنا ستريب لايت تاني فوق الديكور الماربل هاد، أو خلينا نقول الماربل الموجود تمام، مشان ننير فيه الماربل، واستخدمنا لون تاني، بطل في عندي لون واحد، صار في عندي 2700 لحتى نور الحجر لهنيك، بينما الماربل اللي حاطه بالنص أنا استخدمت عليه إضاءة خلينا نقول بلون 4000 لأنه هي بتناسب أكثر. وركبت لمبتين أدجستبل بالنهاية هني، وحولتها باتجاه اللوحة تبعي مشان نور اللوحة، وحطيت لمبة واحدة فقط نورت فيها الطاولة يلي بالنص. مجموع الإنارات هي بتعطيني الإنارة العامة اللي بدي إياها، لكن لما بفوت على المكان أنا بطلت شوف كل شيء بنفس اللون، لا، صرت شوف الأشياء الحلوة عندي بتركيز أكتر، بتركيز أعلى، أعطتني راحة نفسية أعلى. وبرضو بستخدم، طبعاً أنا عم أشرح بشكل عام الإنارة الجمالية، لكن حدخل فيها بالتفصيل هلأ. مثل ما شرحنا قبل شوي، في عنا علوي، وفي عنا متوسط، وفي عنا منخفض، أو عنا هاي ليفل ولو ليفل وميديوم ليفل. هاي كمان مثال تاني للإنارات الجميلة. أنا في عندي هون ستريب لايت عم ينور الحيط، عم ينور الديكور تبعي، في عندي لمبة واحدة موجهة باتجاه اللوحة الفنية تبعي، في عندي لمبة واحدة موجهة باتجاه الطاولة، وفي عندي ستريب لايت هون مضوي لي المكان هذا اللي أنا فيه. خلينا نحكي بالموضوع هذا أكثر. حطيت صور كتير. طيب فإذن الإنارات العلوية، وخليني أرجع على الإنارات العلوية، بتستخدم لمبات خاصة، هاي بنسميها سبوت لايت. شو بيميز لمبات السبوت لايت عن الداون لايت؟ لمبات السبوت لايت بالعادة بتكون إضاءات ذات زاوية ضيقة جدا، زاوية ضيقة جدا، بمعنى اللمبات العامة بتكون زاويتها عريضة مشان تنشر الضوء، بينما السبوت لايت بتكون زاويتها ضيقة تقريبا بين 9 درجات إلى 20 درجة. تاني شغلة مهمة جدا فيها إنها متحركة adjustable. فلما نركب اللمبة نحن بالسقف بنقدر نحركها باتجاه المكان اللي بدنا ننوره مثل ما ورجيت قبل شوي. طيب وين بدي ركب اللمبة يا معاذ؟ هي ما فيني جاوبك. ليش ما فيني جاوبك؟
لأنه هذا السؤال بيعتمد على أنت شو عم تنور. عم تنور شغلة كتير كبيرة، فبالتالي بدك زاوية تكون شوي 20 عريضة وتبعد اللمبة عن الحيط بحيث أنك تنور المكان بشكل كامل، أو عم تنور ديكور بسيط ديكور صغير فبدك الإنارة تكون كلها نازلة عليه، فبالتالي بدك زاوية أضيق واللمبة تكون أقرب للمكان مشان تنوره. إذا ما عندك تفصيل، ما عندك دروين، ما عندك مهندس طلع لك الكلام على رسومات وحسب لك إياها بدقة، أنا بنصح أنك تستخدم التجربة، تأخذ اللمبة الأجستبل بالزاوية وتحطها بالسقف وتبعدها وتقربها مشان تحدد المكان اللي بدك تنوره، وبعدين تثبتها بالحيط مشان توصل لمنارات السقفية هاي اللي ورجيناكم إياها قبل شوي كيف تنور فيها الأماكن هاي. هذا بالنسبة للإضاءة الجمالية العلوية. بالنسبة للإضاءة المتوسطة، إضاءة المتوسطة أو الميديوم ليفل، وهي أكترها بيكون وول لايتس، وأنا ما بحب الوول لايتس، بس إذا كان في عندك ديكورات كلاسيكية وبالديكورات الكلاسيكية بيستخدموا الوول لايتس كتير، تمام؟ فالوول لايتس يعتبر إنارة متوسطة وتابع إنارة الجمالية إذا تم دمجها مع الديكور. ثاني شغلة مهمة بالإنارة المتوسطة اللي هي التيبل لام، الفلور لام. التيبل لام والفلور لام بيعتبروا من أجمل الإضاءات اللي ممكن تستخدمها أنت، لأنه هي بتنور المكان اللي أنت قاعد فيه أو الطاولة اللي أنت فيها أو الطاولة اللي عم تشتغل عليها أو الأشياء الجميلة هي. طبعاً هي ما لها علاقة بالتركيبات، لكن لما تساوي الفرنيتشر لاي اوت تبعك يو هاف تو كونسيدر مكان اللمبه والتيبل لام تجيب لك كهرباء ويكونسيدر اضاءه. مثل ما انا شايفين هون مثلا في عندنا التيبل لام باللوبي هذا اللي موجود على اليسار، في عندنا التيبل لام بالغرف هي الموجوده، وفي عندنا الوول لايت اللي مستخدمه كمان از ا دبل از ا تاسك لايتنج جوا الحمام. فلمبه الوول لايت الموجوده مستخدمينها از ا ميديوم ليفل لايت كاناره اسنت، وبنفس الوقت it's double as a task lighting، فبتعمل شغلتين مع بعض. نجي لللو ليفل لايت واللي هو المفضل بالنسبة لي. اللو ليفل لايت هي الإضاءة المستخدمة على علو منخفض جدا، وهي اللمبات لها نوعين، يا أما وول لايت، تمام؟ ومثل ما أنا شايفين هون بالكريدور، شايفين الكريدور معي؟ مستخدمين نحن لو ليفل لايت تحت، منورين في الأرضية اللي هي عبارة عن موكيت وعاطين شكل كتير جميل، وبالصدر عندي بالآخير في عندي لوحة جميلة حاطط لها داون لايت ومنورها، وبس ما عندي شيء تاني بالكريدور، انتهى الموضوع. ما في داعي لا داون لايت كتيرة ولا ستريب لايت ولا شيء. هل رأيكم هالإنارة هي اللي موجودة بهالكريدور كافية ولا غير كافية؟ جاوبوني. تمام، جميل جدا. شوفوا لي اللي على الدرج، نفس الشيء اللي على الدرج على اليسار كافيه وجميله، تمام؟ نفس الشيء اللي على الدرج على اليسار، في عندك شغله ديكوريه جميله بالحيط نورناها بطريقه حلوه عن طريق الستريب، جميله جدا رائعه وهاديه. وهذا بدنا نوصل له نحن. الكريدور حكينا بده 50 لوكس، ما بده 150 لوكس. 50 لوكس يعني كميه اناره خفيفه بس بدك تمشي فيه وبس، ما في داعي لكميه الانارات الخرافيه، 5 لمبات بالسقف، 4 لمبات بالسقف. خلص إنارة بسيطة جميلة وول لايت تحت، حتى بالليل يعني احنا بنحط الوول لايت تحت وبنور لنا المكان وانتهى الموضوع، تمام؟ على اليسار عندك الستيب لايت، وفي عندكم اب لايت بالصدر. مين شايف معي الاب لايت اللي بالصدر؟ في عندي اب لايت بالزاوية تبع الدرج، تمام؟ منورت لي الزاوية تبع الدرج. هذا اب لايت عبارة عن لمبة وليست حائطية، ليست وول لايت، إنما اللهم صل على محمد، لمبة محطوطة بالأرض تطلع لفوق. طيب الأستاذ منصور عم يقول لي إنه الكريدور فيه أماكن مظلمة. من أحد الشغلات الجميلة بالأسنت لايتينج هو مقارنة الشادوز أو الظلال مع الأماكن المنورة، تمام؟ هذا الكونترست بيعطيك جمال للمكان. هذا يعتبر من الأشياء الحلوة بالأسنت لايتينج وليس من الأشياء السيئة. الكريدور يا سيد الكريم ليس مكان لا للجلوس ولا للدراسة ولا للقراءة، هو عبارة عن مكان لأنك تمشي فيه. فلما نحكي نحن بالأماكن العامة أو المنطقة القاعدة مثل الليفينج أرياز، نحن حطينا إنارات أكثر بالأسنت لايتينج، استخدمنا التيبل لام، استخدمنا الإنارات بأماكن معينة،
تمام، ونورنا المكان بشكل اكبر. بس الكوريدورات بما انه محتاجه ل 50 لوكس فمو ضروري انه تكون منوره، بضروري اني اشوف طريقي وكون انا مبسوط وصدري مشروح انا ماشي فيه. عرفت علي؟ الدرج هون نفس الكلام، عندي ابلايت، عندي الشكل الجمالي هذا نورته، وعندي الاستبلايت وانتهى الموضوع، ما بدي اكثر من هيك. كمان الدرج كل شيء محتاج فيه انا من 50 ل 100 لوكس، ما بدي اكثر من هيك ابدا. هاي امثله ثانيه وين فينا نستخدم نحن فيها اللو ليفل لايتنج. عندكم هون بالمطبخ في عندكم الوول لايت اللو ليفل، وعلى فكره مو شرط انك تستخدم الاسنت لحاله او الامبيانت لايتنج لحاله، الاناره العامه لحالها ولا لا، يو كان كومباين ذم. يعني انت فيك تستخدم اناره عامه، فيك تحط داون لايت مثل ما شرحنا، فيك تحط الستريب لايت، وفيك تستخدم الاسنت لايتنج. الاسنت لايتنج مثلا في مثال بهذا المطبخ اللي على اليمين، هي كتير رهيبه وفظيعه بالليل. انا من الناس اللي بحب فيه بالليل وساوي ساندويتش، ما لي مستعد شغل انارات فوق السقف واعطي اناره عامه وخلاص، بدي انارات بس مشي لي المكان، روح على البراد اخذ النين المي او اخذ ساندويتشي واطلع. فهي الانارات ممكن تكون كانارات خفيفه تكفيني بشكل كافي بالليل، او تكون شغاله طول الليل تعطيني اناره جميله بالحمامات ظريفه. شايفين الصوره تبع الفاير بليس؟ هي الفاير بليس، هي عاملين له ديكور، حاطين له من تحت اب لايت صغير وجنب منه على اليسار اب لايت صغير، اعطاني مثل اناره نورت لي الفريم تبع الفاير بليس بالكامل واعطتني اندايركت رايتنج باتجاهي، تمام. ونفس الشيء عندي اللوحه هون نورتها بسبوت صغير فوق، مين شايف السبوت لايت اللي فوق موجه باتجاه اللوحه، وعملت الاضاءه ريدايركت مره ثانيه على السقف، فبالتالي اعطتني اناره جميله جدا من دون داون لايت ثانيه. مكان الفاير بليس هذا اخ منصور لساتك شايفه معتم برايك ولا انارته كافيه؟ ممتازه، تمام. طبعا هذا امثله ثانيه وهي من صور حقيقيه لمشاريعنا بالضبط، جايد لايت اونلي. هذا احد المشاريع اللي ركبنا فيه الاب لايت. انا ما عندي صور حقيقيه لبعض المنازل اللي مركبين فيها الاب لايت بشكل داخلي، لكني حبيت ارجيكم الصور للاب لايت شو بتساوي. فحتى لو في عندنا مثلا هالعمود بشكل داخلي، ممكن ننور هذا العمود باب لايت صغير بتكون زاويته ضيقه. انتبهوا على الزاويه، مو كل الاب لايت مثل بعض، انتبهوا على زاويه الاب لايت وشو عم ننور فيه انا، تمام. هون في عندي اب لايت ثاني قوي على اليسار، تمام، زاويته اعرض مشان ننور فيه المدخل بشكل كامل. فحتى لو في عندي غرف داخليه، واعتقد في عندي صور هون ثاني بتورجيني الغرف الداخليه، هي شايفين هون على اليمين في عندي غرف داخليه. انا برايي اني اعمل شيء للسكرين تبعي مره ثانيه مشان احسن تشوف الماوس تبعي، لانه انا حابب انكم تشوفوا الماوس عن شو عم احكي، لانه بالبرنامج هون ما عم يورجيني الماوس. اوكي، شو رايكم اني اغير لهنيك؟ شير يور سكرين. شير. طلعت الماوس ولا ما طلعت؟ طلعت الماوس، تمام. نجي لهالمكان هذا. الاسنت لايتنج صراحه هون بهالمكان هذا يدرس. عندكم هون في عندكم المنظر الفني هذا، سواء كان زهره ولا غيره، عندنا لمبتين بتنوروا. بعدين عندكم مدخل الغرفه نفسها عليها اثنين اب لايت الترا جلير، بمعنى انه لما تكون اللمبه الترا جلير اليو جي ار تبعها واطي، لانه بيهمك الداون لايت جوا ما يكون له وهج، لانه اللمبه جايه من تحت مثل اللي فوق، فبدك يكون اب لايت ما له وهج الترا جلير، تمام، الترا لو جلير. فعندكم لمبتين هون الترا لو جلير منورين لي الحيط هاد، وواصل معهم للسقف هون، ومنور لي الكورنيش الصغيره هون. بالصدر عندي برضه في عندي اب لايت طالع على الفاير بليس، وعندي هون داون لايت بالسقف او سبوت لايت منور لي الطاوله هي.
هون على الحيط مع اعتراضي على استخدام ابلايت زاويته ضيقه، لانه هون بهالحيط هذا فيه عنصر جمالي وعنصر جذب جدا جميل، الا وهو الحجر الجميل هذا. فالمفروض انه نستخدم يا اما وول واشر لمبه طويله، او حتى لو استخدمنا الابلايت تكون زاويتها عريضه مشان تنتشر بشكل اكثر. بالاول والاخير نحن ما بدنا نرسم بالضوء، ما بدنا نرسم بالضوء، ان الاناره الجميله هي الاناره اللي ما بنشوفها. فانا ما بدي ارسم بالضوء، انا بدي نور الحجر. تمام، لو بدي ارسم بالضوء بجيب لك لمبه بتعطيني 4 خطوط برسم فيها بالضوء. انا بهالحاله هي بدي نور الحجر، فلازم تكون زاويه الابلايت عريضه جدا مشان تنتشر وتعطيني تفاصيل الحجر هي كلياتها. مين بيأيدني بهالموضوع هذا؟ بالضبط، ممتاز. هون بالاخير في عندي لمبتين وول لايت، في عندي لمبتين وول لايت فقط، لان انا استخدمت الاب لايت قبل، فما في داعي اكمل بالاخير بالاب لايت او احط الوول لايت. فعندي وول لايت وفي عندي لمبتين هون بالسيف عم تنور لي هالمكان هذا، وانتهى الموضوع. برضو هاي من الافكار الجميله تبع الاسنت لايتنج. هون في عندي انا شبابيك، وهي الشبابيك عليها ديكورات معينه. طبعا الاب لايت مو باين معكم هون، لكنه شايفين المخده، ورا المخده في اب لايت، هذا الاب لايت طالع لفوق ومنور لي حتى السقف. شايفين السقف كيف منور، والتفاصيل تبع السقف كيف منوره. هاي التفاصيل تبع السقف كلياتها منوره بسبب الاب لايت يلي مخفي سواء ورا التيبل لامب او ورا المخده هون. لكن في عندي اب لايت يمين ويسار الشباك. فهذا الاسنت لايتنج لغاني عن اي اضاءه تانية. برجع بقول مو ضروري انك تستغني عن الاناره العامه، لا تستغني عن الاناره العامه، بالعكس خلي الاناره العامه الموجوده. لكن عناصر الجذب، انا قبل شوي حكيت انه الاناره العامه قد تكون ممله لو ما كان فيها شويه عناصر جذب، فعناصر الجذب هون مهمه. على اليسار نحن مستخدمين الكوف لايت كاسنت لايتنج. ليش؟ لأن السقف تبعي اساسا عباره عن عنصر جاذب. السقف تبعي عبارة عن عنصر جاذب، طريقة تصميمه جميلة، فI want to highlight it. فالكوف لايت تبعي صار عبارة عن أسنت لايتينج كمان. نفس الفكرة تبع الأب لايت على البيبان قبل شوي برضو مطبقة بهذا الفريم يلي هون موجود عنا. فنورنا الفريم، في عنا هون الميديوم ليفل لايت اللي هي التيبل لاب، وعندنا الهاي ليفل اللي هو موجه باتجاه اللوح والاشياء الفنيه. هون نفس الشيء كمان، انا مستخدم اب لايت لكن مستخدمه على جدار ضيق يمين واليسار. هون في عندي اب لايت ويسار ويمين اب لايت، ومثل ما لكم ملاحظين الغرفه كلها ما فيها الا سبوت واحد موجه باتجاه الوردات الجميلات هذول. بعرف انه اتس ريسكي، بعرف انه It's thinking outside of the box، بس اعتقد نحن عم نصرف على الانتيرير تبعنا، عم نصرف على الديكورات تبعنا، فشو احلى من انه نظهر الديكورات هي ونعيش بهالجمال هذا ونستمتع فيه مع رفقاتنا وضيوفنا. اللوحات تبعنا اللي عم نصرف عليها، الصور العائليه، الديكورات بشكل عام، ضروري انه نحن نهتم فيها اكثر. أنا هيك بكون خلصت، عندي كم سؤال بعد إذنكم جاوبوني عليهم. يلي استمتع معي الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي رح نبلش دورات التحكم، رح نبلش دورات التحكم. تمام، مين مهتم بلوحات التحكم؟ على فكرة هذا الانستغرام تبعي، اللي بحب إنه يعمل فولو الانستغرام تبعنا عم بحكي فيه عليه شغلات كثيرة. الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي حيكون عندي فوق 6 أو 7 ويبينارات عن التحكم وعن الأوتوميشن، وكيف نستخدم التحكم بالإضاءة، وكيف ندمج بين التحكم بالإضاءة وبين الإنارة الجمالية، شو يعني دالي وشو يعني كينكس والأشياء هي كلياتها. شكرا جزيلا لوجودكم معي. في سؤال؟ جاوبوني شو رايكم بالويبينار اليوم؟ منيح ما كان مضيع على الوقت.
أنا موجود هون، أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله أخت فريال، شكرا على وجودك أخت جود. وإذا في سؤال أنا حاعد هون كمان دقيقتين، يعني بحب إنه يسأل أنا بجاوبه، وبدنا دورات. رح أبعث لكم إياها إن شاء الله، دورات التحكم عن الأوتوميشن وكيف بصير الأوتوميشن كلياتها. ما عندنا شيء مدفوع أخت فريال، كله مجاني بتلاقيه على اليوتيوب. ما عندنا شيء مدفوع، الهدف نحن تبعنا انه ننشر الثقافه، نرفع المحتوى العربي، تمام، نرفع المحتوى العربي، لأن للاسف المحتوى العربي تبعنا جدا ضعيف بهالمواضيع هي. فالهدف تبعنا هالكلام هذا، فلذلك كل شيء حيكون ببلاش، سواء الخمس دورات الماضيه موجوده على اليوتيوب افيلبل، وفيها تفاصيل تقنيه كثير حلوه للناس المهتمه. هل حنحكي عن الكينكس؟ طبعا رح نحكي عن الكينكس، حنحكي عن الدالي، حنحكي عن المدبس، حنحكي عن الباك نت، حنحكي على جميع انواع البروتوكولات اللي تستخدم بالتحكم جوا البيوت الذكيه. برضه كمان حنحكي عن الوايرلس بروتوكول، سواء كانت الزيجبي ولا الزي ويف ولا البروتوكولات الوايرلس بالتحكم، وحنحكي مين اهم ومين احسن، الوايرد ولا الوايرلس، تمام. وما حنحكي بشغلات تقنيه او هاي ليفل عالي، ححاول خلي دوراتي الشهر الجاي عن الاوتوميشن قد ما تكون بمستوى الاند يوزر او الاند كاستمر، ما حنكون فيري تكنيكال. التكنيكال بنساوي في دورات خاصه للناس التكنيكال باذن الله تعالى، حتكون اربع دورات الشهر الجاي كلها عن التحكم، بدنا اياها تكون مهنه باذن الله. على فكره اللايتنج هو مهنه، اللايتنج ديزاين هو مهنه، وفي لايتنج ديزاينرز ولايتنج اوفيسز they will charge او بياخذوا منك up to 5000 دينار او 50000 ريال for one lighting design. طبعا شغلا ما حيختلف كثير عن الشيء اللي حكيناه نحن، but they are more details, more technical, more كذا. وإذا بيهمك هالموضوع أخت فريال، فبنصحك إنك تدرسي أكثر عن الديالوجز، برنامج الديالوجز وطريقة استخدامه، تمام، وتحكي فيه بشكل أكثر. كمان شوية للصوتيات، والله حاط ببالي الصوتيات، الساوند سيستم والسراوند والفرق بين السماعات، سواء كانت الببليك والباك جراوند والاشياء الثانيه، هي كلها حاطه ببالي، لكن الشهر اللي بعد الشهر الجاي، لانه الشهر الجاي بدي اتوسع بالاوتوميشن اكثر، ما بدي احكي بالصوتيات، لكن الصوتيات على الخطه باذن الله تعالى، في خطه لسنه كامله. يعني نحن قضينا هلا شهر بالاضاءه والتحكم اللي بعد منه. حاب تعلق بالكينكس؟ ما عندك مشكله، خليك معنا الدورات الجاية. إذا حاب تعلق بالكي ان اكس بالذات وأنت مهتم كتير بالكي ان اكس، فيفضل أنك تروح على knx.org وتاخذ الدورات تبعهم، هي شهادات مدفوعة بتاخذها من طريق الكي ان اكس، وبيحكوا بتفاصيل أكثر بكتير على موضوع الكي ان اكس. لكن أنا بنصحك قبل ما تتعمق بالكي ان اكس أخ منصور، أنك تتعمق أكثر بالأوتوميشن بشكل عام، تفهم شو هو المدبس، تفهم شو هو الدالي، تفهم شو هو الكينكس ان جنرال، بعدين روح خذ شهاده الكينكس من عند كينكس اورجانيزيشن. في سؤال ثاني لهون، نروح على البيت النام يعني. هذا كان الهدف اخت فرح، انه يكون سهل وبسيط، وحاولت بكل شروحاتي سواء كانت السابقة ولا هلا. بالمناسبة في عندي اليوتيوب هون، إذا بدكم تعملوا اشتراك لل، لا ما في اليوتيوب، حاعطيكم الهاند اوت تبع اللايتنج كالكوليشن، اللي بحب يعمل له داونلود هذا الابديتد، اللي عن طريقه انتم بتحسبوا الاضاءات كلياتها، كمية الاضاءات اللي بدكم اياها، كثير سهل كثير بسيط. لكن بنصح انكم تشوفوا الدورة تبع الاضاءات قبل ما تستخدموا هالملف، لكن اللي بحب يستخدم هذا الملف، هذا الملف فيه التفصيل ومن عن طريقة حساب الإضاءة الموجودة.
الله يعافيكم جميعا وتصبحوا على خير، ونراكم الأسبوع الجاي بأول دورة عن التحكم، يلي بحب ينضم لنا. السلام عليكم.